دورتين ديال ماراثون الدولي لمدينه مراكش. هي دوره يمكن تعتبر دوره استثنائيه نظرا لاهميه العدائين الكبار اللي غادي يشاركوا فيها واللي كيزيد عددهم على 50، منهم اجانب ومنهم مغاربه وكينيين بصفه خاصه واثيوبيين ومن رواندا، وكذلك بطل اسبانيا بطل فرنسا اللي غادي يشاركوا معنا يعني بهذه الدور. هذه اللي نعتبروها دوره يعني استثنائيه. ومن ناحيه ديال العدائين الاخرين غادي يكون عندنا حوالي اكثر من 6000 ديال العدائين، بينهم 35 حتى 37 ديال العدائين الاجانب اللي جايين من اكثر من 60 دوله من القارات الخمس، بحيث كنعتبروها غتكون ان شاء الله دوره مهمه جدا، واللي غيتعرف ان شاء الله يعني توقيتات جيده وبصفه خاصه التنظيم اللي غادي يكون محكم بدعم الجميع، لا من امن ولا من سلطات ولا من مجالس اللي كيتعاونوا معنا، بحيث حنا كنعتبروا هذه الدوره هي دوره اللي غتكون ان شاء الله دوره استثنائيه وتكون كتعطي لمراكش الهاله ديالها والسمعه ديالها وتعطيها واحد الإشعاع اكبر بالنسبه للجانب الرياضي. نجمه تيفي قريبه منكم مضويه في عيونكم.